بودكاست عبود ماكسينج زقاقم ممتلئ بصرخات طفل. كنت أعلم وأحيط بكل ما يحيكونه، ولكن عندما كان سواد يستحلني أصبحت أستمتع باستغفالهم. سينتهي بهم الأمر بالخسارة، فسواد قد سبقهم وسبق توقعاتي بعدة خطوات. إنه لنصر، لكن عندما ننظر للجانب المظلم ترونني بين الوسط. ما ذنبي أنا؟ أنا مجرد طفل لم يتجاوز عمره 70 سنة. حتى عقلي الباطن بدأ بخيانتي. لم يتجاوز عمري 19 عاما، أنا بالفعل لا أزال ذلك الطفل رغم تجاوزي للسن القانوني. لعنتي لقوانينكم، أنا لم أعش طفولتي بعد، فلتتركوا قوانينكم لعاهراتكم، فقد تركتموهن لأصدقائكم. ماذا؟ حقا؟ ألم تفعلوا كل هذا؟ وماذا يفعلن عندهم؟ نعم، إنها خيانة. ليس الجميع في طبقة النور التي يرتقي إليها قلوب الطيبون، ولا أريد التحدث عن سواد فهو ملجئ الأخير، لكن الكثيرون سوادهم أصبح كمرآة تنقل الضوء. لكن المثل ينطبق على الألم، ليس ضوء الشمس الساطع. سطع بداخلي السواد وأصبح النفاق مجرد حيلة لكي أرضى بأفعالهم. لم أكن أريد الابتعاد، فأصبح النفاق ملجئي لكي لا أخسرهم. لكن في نهاية المطاف اتضح أنني خسرت نفسي. لم أعد أريد أي شيء، أريد التوقف عن كل ما يريده الجميع، أريد العيش بطريقتي، لكنني مجبور على التناغم. تبا وينتهي بي الأمر أصرخ بمفردي مع سواد في زاوية غرفتي في المنزل الذي أقطن به. ليس منزلي، لكن ليس لي أي ملجأ آخر. كل تلك الانهيارات لم تكن بسبب الألم الذي أعيشه، تمنيت سندا فقط. كنت حينها سأرضى بكل الانكسارات وكل تلك الحروب. وفي يوم من الأيام كان هنالك طفل يبكي لماذا والده لم يعطيها المال لكسوة العيد كما ابن جاره الغني. وكنت أنا أراقب الوضع بصمت تام، ولكن في ليلة العيد رأيت الأب قادما للمنزل، فاختبأت بين إحدى أزقة الشارع ونظرت ليديه الممتلئة بالجروح وملابسه الممتلئة بالغبار. وعندما خرج الطفل ليفتح الباب لوالده وجد أن لديه الكثير من الأغراض. دمعت عيناي حينها وبكيت فرحا للطفل. بينما أنا كنت هاربا من المنزل كي لا أرى أبا يدلل أطفاله أمامي، أنا كنت مجرد ذلك الطفل الغير مرغوب بسعادته، كان فقط يطمح ليوم يرتاح به وفي نهايته على الأقل. لكنه أيضا لم يجد ما يريحه في آخر يومه بعد إنهاك الجميع له، وكأنه مجرد خادم للمنزل. كانت تتصارع الأفكار بين رأسه والدموع في عينيه وكأنها خناجر مسمومة. وبعد الكثير من البكاء بدأت تكبيرات العيد، وكان الجميع يتجهز لصلاة العيد، والذي يذبحون الأضحية وآخرون يذهبون لزيارة أرحامهم. لكن أنا انتهى بي الأمر نائما بين أزقة الشارع ولم يلحظ أحدا وجودي. لطالما كنت في ذلك الزقاق دوما لم أستطع الخروج. كان الأصدقاء مجرد كذبة، وأما الحب تركت لكم حب العاهرات لأنني رجل لا أميل ولا أغلب. أنثى ترى العيب في عين طباعهم ولكنها لا ترى العيوب في فعلها. عاهرة تدعي الكبرياء ولكنها في الجحيم لا محالة ستحرق. وأما العائلة قد كنت أجهل كل شيء عنهم، وإن أردت أن أعلم تغرق في وجهي جميع الأبواب. كانت كل الفخاخة تنتظرني في كلا طرفين ذلك الزقاق، وكان الظلام دوما حالكا، وأنا لا أريد سوى الهدوء من ضجيج رأسي وصدى أفكاري التي وكأنها تمتلئ بذلك الزقاق الضيق. كنت دوما ما أحلم بنهاية جميلة، ولكن في زقاق يملأه النور. لكن الطريقة الوحيدة لذلك الزقاق كانت تجعل منه سوادا أشد مما بداخله، فالجحيم في نهاية ذلك الطريق.